يا صباح الخير عن جديد. تتنوع طرق العناية بالرحم عند السيدات، من التمارين الرياضية للأدوية اللي ممكن تأخذها السيدة من فيتامينز وغيرها من مكملات غذائية، ولكن بيبقى الخيار الأصح هو الغذاء اللي عم نتناوله والنظام الغذائي اللي عم تتبعه السيدة، اللي هن أهم شيء بصحتها وصحة الجنين لبعدين. صحيح. هلا بكتير عالم بيقولوا أنه عن جد عم تحكوا أنه في غذاء خاص للقلب، في غذاء خاص للرحم، في غذاء خاص للعين. سبحان الله، يعني نحن منركز على المكونات الغذائية يلي بتتطلبها الأعضاء أكثر من غيرها، فلذلك حتى ما ننقد لا ما في غذاء خاص لكل عضو بيقول له تعا أنا رح فوت على الكبد أنت لا تفوت معي، لكن هو بيحتاجه الكبد مثلا أكثر من غيره. النظام الغذائي بيلعب دور مهم بتنظيم الجسم والعناية بصحة الرحم، لهيك اليوم ضروري السيدات اللي عم يتابعونا يجربوا يطبقوا هالتقنيات اللي حتاخدوها من الدكتورة ثواب الغبرة اختصاصية بالتغذية. صباح الخير. يسعد صباحك يا أهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتورة وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية، شو هو النظام الغذائي المناسب لصحة الرحم؟ كتير بنسمع عن خلطات على الواتساب وعلى الفيسبوك، وكثير بنسمع عن قصص وتركيبات معينه بتعزز من صحه هالرحم، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا صح يا رغد، مثل ما قال الدكتور ورد الله يخليك الله يحبيه يا رب. بالنسبه لنا ما في غذاء خاص، بس في غذاء مفضل. كيف انت عندك اكله مفضله؟ في عندك اكله مو محببه؟ كمان للاعضاء في اغذيه مفضله لهالقصص هي. واليوم جاي نحكي عن تاج اعضاء الانوثه، تبع الاعضاء تبع الانثى هو الرحم. الرحم يا الله، هالكلمة هي قديش جميلة، يعني حتى صلة الأرحام إجت منها. فنحن اليوم عم نحكي عن صحة الرحم، وعم نحكي عن شيء إنه وظائفه ليست فقط وظائف إنجابية. حتى تشوفي أنثى حتى مو منجبة أو مو متزوجة أو كبيرة بالسن، بتلاقي إنه هذا تاج أنوثتها. فلذلك اليوم رح نبلش نحكي عليه قديش شلون مهم إن الوحدة تهتم بصحتها، بصحة هذا العضو بالذات. كيف إنه مثلا في عند مثلا بعائلتها في ألياف بالرحم، كيف تهتم ما يصير عندها هالقصص هاي، لأنه كمان الأمراض تبع الرحم هي أمراض في إلها عامل وراثي بيتنقل. قديش مهم إنه الأنثى كيف تعرف إنه هو هاد مو فقط له وظيفة إنجابية، له وظيفة دعامية لشد بطنها، لقوة عضلات المسانق، قوة عضلات الحوض، لأهميته بصحة الظهر تبعها. يعني في له وظائف كتير متعددة اكتشف العلم، وفي شغلات ما اكتشفها لسه العلم. قديش نحكي إنه أنت وقت بتهتمي بصحة الرحم أنت بتحمي حالك من عمليات استئصال الرحم فيما بعد بسنين معينة. لأنه أنا صارت لقيت هاي عمليات استئصال الرحم مثل قلع الدرس، وهذا اللي أنا زعجني أساساً، مو تدخلاً بالأمور الخطرة اللي ممكن تتعرض لها الأنثى في حال في أسباب كتير قاهرة صحية. طبعا نحن نترك للاستشاري هالقصه هي، بس القصه انه ما عاد مو من السهل هذا القرار يتاخذ على جسمها للانثى. تماما صحيح. تمام يعني انه لما الانثى ياخذ الدكتور قرار استئصال الرحم، فهو عم يستأصل مثلا عضو جدا نبيل عنده، وهو بيعطيها انجاب وبيعطيها ديمومه، وحنحكي بكثير تفاصيل. طيب شو الاغذيه اللي لازم تركز عليها كل انثى لحتى يكون الرحم بصحه تامة إن شاء الله، إن كان ببداية بلوغة أو حتى باقترابها من سن الضهي؟ طيب حلو السؤال. نحن هنقسم الحلقة اليوم لثلاث محاور حتى ما نتغص وقت على وقت. أول شيء، شو الأغذية المناسبة لصحة الرحم من أول ما يعني الأنثى تبلش تعرف إنه في شيء مهم لإلها كعامل أنثوي؟ نحن بنلاقي مادة الرمان جدا رائعة لبطانة الرحم ولقوة عضلات الرحم. نحن بنعرف إنه الرحم هو عبارة عن عضلة ملساء داخل بطانة مخاطية مؤلفة من ثلاث طبقات. الفكرة الأساسية إنه نحن كل ما كان عندنا بطن مشدود عندنا قوة بعضلات الحوض، كل ما كان الرحم آخذ مركزيته وموزع كل أربطته على شكل متجانس. النقطة الثانية إنه نحن اللي بيهمنا أمره مع صحة الرحم هو مستويات فيتامين د. نحن اول ما ببلش عندنا اضطرابات بمشاكل الرحم، اول شيء نحن بنطلع على فيتامين د. هذا الفيتامين المغمور عندنا بالنسبه لنا، قديش نحن بنسمع باهميته، بيدخل بكل تفاصيل دقيقه بكل حياتنا وبكل انزيماتنا وبكل هرموناتنا. هذا اهم فيتامين ان تنتبه عليه انه ما ينقص، لانه انخفاض مستوياته بيعمل عندي اياها امراض مو صحيه ابدا لمناطق الرحم. النقطه الثالثه، غير عضلات البطن وغير الاهتمام، مشاكل الكولون. اول ما يصاب الرحم عندي اياها بامراضه من بعد مشاكل الكولون. الكولون كثير متعلق عندك يا ضعفه بمشاكل عندي اياها الرحم، لانه هو ضاغط عليه بيشتغل بشكل كثير وثيق. سموم الكولون كمان بتصب ببطانات الرحم مثل ما بتصب سموم الكولون بالمفاصل. فكتير هي المهمة هي نحن ننتبه عليها على المدى البعيد. الانتظام الهرموني للأنثى، أي شيء عندك يا عم يسبب لها التوتر، عم يسبب لها أي مشاكل عندها هرمونية
من البرولاكتين الهي كمان بيصب بأمراض الرحم حتى لو ما كانت لسه متزوجة أو ما كانت أي مشاكل. ظهور كيسات على المبيض كمان بيأثر على عضلات الرحم، فهالأمور هي الأنثى لازم تتعرض لانقباض معين ولمد معين بفترات معينة بالشهر تبعها. إذا ما حدث وبعدت الدورة عندها لفترة معينة بسبب الاضطرابات الهرمونية بدها تشيك على هالموضوع، لأنه كمان الرحم عضلي. الحل الغذائي الرمان، مستويات فيتامين د، عندي اياها ماده اسمها عنا اياها بالنسبه لنا اللوز، هي ماده كثير مهمه لمناعه الرحم. الشغلات اللي بيهمني امرها كمان كانتظام هرموني، ماده اسمها نبات المردقوش بيعمل لانتظام هرموني خاصه لبطانات الرحم. نعم. هذا كصحه رحم. لا سمح الله فتره من الفترات تعرضت الانثى لليف. اذا فتنا على محاور الليف، الليف هو عباره عن اورام معظمها سليمه، فلا لا كثير تاخذ رعب او شيء من هذا المعين. ممكن يظهر بداخل بطانه الرحم، ممكن يظهر على عضله الملساء خارجيا. اذا ظهر اي انواع ليف باي حجم معين، تبلش تعتني بمواد اللي هي اسمها القابضه غذائيا. شو يعني القابضه غذائيا؟ اول ما يظهر اي ليف لازم يكون ما يكون عنده توريد استروجيني اكثر حتى ما يكبره. فنحن بيهمنا الحجم تبعه، لانه ممكن يكون حجم يعيق عمليات معينه او يضغط حتى لو كانت مو بالمراحل الايجابيه. فنحن عم نحكي بشكل عام، الاغذيه المهمه لاي انثى ظهر لها الليف الرحم هي الاغذيه القابضه. شو هي الاغذيه القابضه؟ مثل الشاي الاسود، مثل الشاي الاخضر، المواد هي فيها كثير فلافونيدات، هي المواد هي مضادات اكسده بتحمي الرحم من تطور الالياف داخله. نعم. طيب في كثير يعني كمان بيقولوا انه في انظمه غذائيه ممكن تفيد الرحم، اكيد النظام الغذائي الصحي وممارسه الرياضه مثل ما حكيتي، ولكن ايضا في اغذيه ممكن تاذي الرحم. خلينا نقول في الفاست فود، في قصص كثير فيها نسبه استروجين عاليه، فيها قصص بترفع من نسب الكوليسترول بالجسم، قديش اثرهم هدول سيء على صحه الرحم وصحه المراه؟ معلش توضحي لنا هذا. هلا اكثر شيء بياذي الرحم هي المواد الاستروجينيه العاليه، مثل مثلا الشغلات المغلفه عندي فيها جلد الدجاج، يعني الاكلات اللي فيها هي نسبه الاستروجين. منتجات الصويا، اذا ظهر الليف، يعني الليف عندك اياه كل شيء فيه استروجين نباتي مثل منتجات الصويا، يعني بدها تنتبه عليها. في حال ما لم انتبه باي شيء، اي شيء بيرفع معدلات الانسولين كمان بياثر على عمليه عندي السكر العالي، اختزان او ورود الاستروجين للليف حتى يكبره. فنحن شو بنقول هلا؟ نحن بالنسبه لنا اذا كنا متوازنين، كان وزن مثالي كان بها، زياده الوزن كمان تاثر على عمليه ورود الاستروجين للليف. فالانثى المتعرضه لزياده وزن احتمال الكبر تبع حجم الليف تبع اكثر من الانثى اللي وزنها معتدل. نعم. فهلا الشيء اللي بيهمني امره كشيء ممنوع، الاكل اللي هو فيه الاستروجينات العاليه مثل الفول السوداني، منتجات الصويا، شغلات اللي فيها لحومات الدجاج بشكل عام، كمان الاكل المطبوخ ومطهي بشيء اسمه الزيت النباتي. انا نحن الناس اللي ما كثير بنشجع هي الزيوت، لكن مشكلتنا البدائل لها. انا بقول البديل العملي حاليا هو زيت جوز الهند، فهو عندي اياها الامور هي. نرجع لقصه الليف، كمان اللي بخفض عندي اياها عوامل الليف هي نبات اسمه المسواد، على الرغم من كثير كانوا عنا اياه بيحاربوه بقصص انه هو لا له فائده ما له فائده، برجع بصنفه انا من النباتات القابضه. اللي هو بيقلل ورود عندي اياها نسبه الاستروجين لداخل الليف، فهذا غير هيك له خواص مطهره ومعقمه لبطانه الرحم. فكثير منيح، حتى هو مطهر للامعاء، يعني سبحان الله كيف نحن بالسن النبويه نحن بنعمل عنا مثل فرشايه اسنان، كمان هو للاغشيه المخاطيه الداخليه رائع. تمام. هلا الشيء كمان اللي بحبه انا نبات المردقوش، هذا النبات منظم هرموني عالمي، يعني بيمتاز بشيء انه بيريح العضلات كلها الداخليه للكولون وللرحم، ما تعمل تشنجات. الشيء اللي بدي اقوله انه عند الرحم قوه عندي اياها داعمه، فبتشوف الانسان الانثى اللي استأصلت الرحم تبعها معرضه فورا ل 10 كيلو ركض بعد هذا الاستئصال، لانه الجسم بده يصير يعبي هذا الفراغ نسيج شحمي. لذلك نحن لا نغفل ابدا الوظيفه الدعاميه للرحم، لعضلات الحوض وعضلات الظهر وعضلات عندي البطن. فما بتلاقي حالك الا انه هذا القرار يكون بعد استشاره طبيب واثنين وثلاثه واربعه، حتى وقت بيقولوا انه خلص هي ما عاد في مشكله، لانه سبحان الله شرايين الرحم هي شرايين متصله فورا مباشره بالابهر. كمان انا ما بخفي انه اي انثى عندها ليف بالرحم تتعرض الى هبوط حاد جدا بمخازن الحديد، وهي كمان نحكي عليها انه بعد فتره الطمس الشهري انها تهتم بمخازن الحديد،
مخازن الحديد مو بيجي فقط عن طريق اللحمه والدجاج والاوصاص، هي في ماده اسمها الفيريتين، البروتين اللي بيحمل الحديد. هذا كثير مهم انها تركز عليه، بيتاخذ عنا يا بماده اسمها دبس الخرنوب وبصفار البيض. هلا اذا ركزت أو على السبلمنتس يعني انها بدها تحافظ وعم تتاقلم مع هالغزاره الشديده بالدوره الشهريه، لانه تصاب 70% من اللي عندها الياف بغزاره شديده، فبينقص هاي المخازن حتى بيقل حرقه، بتلاقي حالها تساقط شعرها بعد هالفتره هي. نعم. بتقول لك انا عانيت طرقه قلب، هالامور هي كلها بقى بتترافق مع القصه هي. فنحن هاي الاشياء اذا انتبهت عليها حافظت على صحة الرحم. ونحن بنقول الليف عندك يا بعد ال 50 بيقل الوارد الاستروجين اللي له فلحاله حيضمر، فيعني اذا صبرت عليه ما بدون ما عندي اياها تروح على قرار شيء اسمه استئصال الرحم بسبب طمع. هذا الليف. تمام دكتورة، كل سيدة تتعرض كل شهر لدورة شهرية وبيرافقها آلام ان كان بالبطن او ان كان بالرحم او ان كان بالنزوفات، في غذاء معين عشبي طبي تنصحيها فيه اثناء الطمث؟ طبعا اذا الام شديد سبحان الله، كل انثى في انثى عن بتمر لهالقصه هي بشكل كثير عادي، الم محتمل. في اناس بتتعطل كلها عن اعمالها بسبب اعصاب الرحم تكون مرتبطه بشكل بسيط باعصاب الظهر حسب هندسه كل وحده بجهازها العصبي تبع الرحم. الفكره الاساسيه اذا الام شديده جدا نحن بننصح بنبات اسمه النعنع، لا بيغير عمليه التغير التربه الهرمونيه للرحم، لانه نحن بهمنا انه البطانه الداخليه تنزف حتى ما يصير سماكه عاليه، خاصه هدول الناس اللي مركبين لولب هرموني وهيك بيعانوا من هدول السماكه لانه ما عاد تجددت تربه الرحم تبعهم. نعم. فاذا صار تقلصات وما رافقوا نزيف بيصير شيء مثل ما بيقولوا عندي ضاغط على عضلات الظهر مثل شيء محتقن، فما بيروح احتقانه الا ليصير نزف لهي البطانه هي. اذا ما تم بشكله السليم انا بقول نبات النعناع، نبات القرفه رائع جدا لتخفيف تقلصات عضلات الظهر وبشكل طبيعي باول يومين، لكن نحن ما نزيد المميعات جدا كمان وقت بيكون في نزيفات كثير عاليه، نحاول ناخذ ماده اسمها الشاي، مو ناخذ ماده اسمها مثلا مثل كيف بدي لك من مواد الاسبرين او الشغلات تخفف لنا اوجاعنا وهي لها خواص مميعه. هلا نحن بنقول الشاي بيهدي شوي الوجع، والنقطة الثانية وضع مادة عندي ساخنة على عضلات البطن وعضلات الظهر. الشيء ما لا يحتمل ناخذ المسكنات الطبيعية تبع اللي هي متعودة عليها، بس أنا الفكرة الأساسية هي مرحلة أنا إذا ما صار فيها ضل الاحتقان داخلي لازم يتم تصريف هذا الشيء المحتقن داخل طيب مركز الرحم. سؤال مهم جدا يعني بختام هاي الفقرة، في كثير أشخاص بيصيبهم احتباس سوائل بوجود الدورة الشهرية أو حتى بمرور يعني أو تنفيخة الليفية، شو ممكن تاخذ لحتى تخفف من هاي الاحتباسات يلي عم تسبب لها تورم بالأطراف أو بالجسم؟ هلا أنا بقول الماء والليمون مو صح بأول يومين بالدورة، تمام؟ لكن نحن من أحد المدرات الطبيعية هو عصير البقدونس. البقدونس اكبر خافض احتقان لانثى معرضه طبعا بعيدا عن الحمل نحكي لانه مضر للحامل. هلا الحمل شيء ثاني، هلا نحن بنحكي وصفات الحمل غير مختلفه، بس البقدونس ماده بترفع نسبه الحديد، عصيره بالذات مع عصره بسيطه من الليمون هي ماده بتخفف الاحتقان. بس قبل ما ننهي الحلقه انا في بس نصائح بسيطه لانثى شالت الرحم، يلا باختصار، لانه هي اللي نحن جايين نحس بوجعها. اي شيء بدها تنتبه على عضلات البطن تبعها، بدها تنتبه من زياده الوزن. النقطه الثانيه تحريض الهرمونات التعويضيه بقشر القزر، مثل الاكلات اللي فيها عندي اياها مثلا الجوز، هي المواد كثير مهمه لتحريض قشر القزر على افراز الهرمونات التعويضيه اللي ممكن تكون تعرضت لاستئصال حتى المبايض. شيء اسمه اخذ المكملات الغذائيه اللي فيها تعويض، مثلا احماض الاوميجا كثير مهمه لانثى شالت هذا الموضوع. نعم. تمام. فيتامين د، المهم اللي بيهمني امره كمان تروح تنتبه على استقلابها، لانه الاستقلاب بعد شلت الرحم كثير بتنخفض المستويات تبعه. فهي الاشياء هي كلياتها اذا راقبتها باذن الله عدت المرحله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الصحه والسلامه لكل السيدات اللي عم يتابعونا. شكرا لوجودك. شكرا لك، يعطيك العافيه.